كبار صغار نساء شيوخ كل الناس تخدم الزوار. اليوم جايب نموذج لإنسان وشيبة مباركة كالشيبة التي ظاهرة في الشاشة، باقي على النهج القديم كيف يسقي زوار أبو عبد الله الحسين. نعم تطورت الحياة والمي صار بقلاصات أو قناني مياه، وصار ممكن تلقاه براد أو بأشياء، لكن هذه الشيبة بقيت على النهج القديم وهي تسقي زوار أبو عبد الله الحسين بهذه الأشياء القديمة اللي هي يعني ما أعرف. خلنا نأخذ الموضوع، خلنا نأخذ الصور ونشوف شنو كانت تعليقات الناس حول هذا الموضوع. عمره 90 عاما لم يمنعه كبر سنه من سقاية الماء لزائري سيد الماء عليه السلام. هذه الصور انتشرت بصورة كبيرة جدا، هذه الشيبة اللي تسقي الزوار. الإمام الحسين مات عطشان، وأبو الفضل العباس مات عطشان، واللي موجودين كلهم كانوا بالمعركة ماتوا عطشانين. لذلك المي، واحد من يشرب مي يقول السلام عليك يا سيدي مولاي يا أبو عبد الله الحسين، يذكر المصيبة. رغم تطور الحياة، رغم أنه الماء صار موجود مثل ما قلت لكم بقنان المياه أو القدح الإقلاص، لكن هذه الشيبة بقيت على النهج القديم في سقاية الزائرين. صور انتشرت بصورة كبيرة جدا، هذا الطفل اللي قاعد يشرب مي من هذه الشيبة المباركة. شوف المنظر شلون جميل، العصا مالته، الساقية مالته اللي يسقي بيها. والله ما تلقى هيك منظر بالعالم كله، ما تلقى هيك منظر وين ما تروح، ما تلقى هيك منظر، مستحيل تلقى هيك مناظر. ايضا صور اخرى، الله يحفظك يا حجي، عمره 90 سنة لم يمنعه كبر سنه ولا أيضا مرضه أكيد، لكن بقي على العهد. يقول محسن الكعبي مأجور والعمر الطويل. معاذ يقول مأجور بميزان حسناتكم. أما علاء يقول الله يعطيك الصحة والعافية بحق محمد وآل محمد. سالي تقول ربي ينطي الصحة والعافية ويرزق حسن الخاتمة بحق الحسين. أبو محمد تقول الله يحفظه ويطول بعمره يا رب العالمين ويصير قدوة للكل إن شاء الله. الله يطول ويمد بعمره وإن شاء الله نشوفه كل سنة وكل عام يسقي زوار أبو عبد الله.